وفي ختام هذه الكلمات أذكر ما ذكره مما اختصره البعلي في مختصر الصواعق المرسلة، قال: إن الله سبحانه وتعالى جعل الشدائد والآلام والشرور في هذه الدار بتراء لا دوام لها، يعني لا تستمر، وجعل الشدة بين فرجين، فرج قبلها وفرج بعدها، وجعل العسر بين يسرين، وجعل البلاء بين عافيتين، فليس عنده شدة دائمة ولا بلاء دائم ولا كرب دائم في هذه الدار التي هي دار ظلم وبلاء، وخيراتها ممزوجة بشرورها، وذلك أن الآلام والشدائد شرور، والشر ليس إلى الله بخلاف الخيرات والنعم، فإنها من مقتضى، يعني النعم من مقتضى صفاته، فهي دائمة بدوامه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين عند البلاء، وأن يجعلنا من الشاكرين عند النعماء، ونسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.